للوقوف أكثر على شكل العلاقة بين طهران وواشنطن والموصوفة بعلاقة المصالح من قبل مراقبين، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني نوري حمزة. أهلا بك أستاذ نوري. يعني في البداية، الحرس الثوري الإيراني أكد على لسان قائده أن هدفهم السيطرة على البحار والمحيطات خارج الخليج. السؤال هنا، أين القوات الأمريكية المتمركزة و3000 جندي التي أعلن عن إرسالهم خلال الأيام القليلة الماضية؟ تفضل. أهلا وسهلا. بداية، أنه أي دولة من لها الحق أن جيشها وكذا يتحرك في البحار، هذا ما في حد يمنع، يعني لا قانون دولي منعه ولا إلى آخره. إيران منذ عدة سنوات كان عندها طموح حتى أكثر من ذلك، أنه حذو الدول الكبرى. وعلى سبيل المثال، جاءت وبنت حاولت تبني قاعدة في جيبوتي على البحر الأحمر، هذا قبل أحداث اليمن. وحتى ذهب علي لاريجاني، في حينها كان رئيس المجلس في 2013 أو 14، ذهب هناك وصور صورة مع قوات البحرية الإيرانية هناك، في الواقع تمثيل، يعني كما يصور السياسيين الأمريكيين والسناتورات الأمريكيين بين جيوشهم حول العالم. هو حاول أيضا يعني يغلد هذا الشكل من العمل السياسي والدعائي، وبناء على ذلك أنه روجوا الفكرة أن إيران لديها الإمكانية الكافية السياسية والاقتصادية والهيمنة العسكرية والأمنية كي تمد ذراعها في كذا بحر حول العالم. الحدث الآخر هو في بداية حرب سوريا، بداية حراك سوريا قبل الحرب الأهلية في سوريا، أيضا إيران بعثت اثنين من في الواقع باخرات عسكريات إيرانية، بعثوهم إلى ميناء طرطوس أو ميناء اللاذقية لحماية بشار الأسد، في إشارة لأنه هو يعني مسقط رأس والدة من قرية القرداح من منطقة اللاذقية، في إشارة لحماية نظام بشار الأسد. فإيران لديها طموح أن تتحرك حول العالم، وكذلك وصلوا إنه المحيط الأطلسي وأمريكا اللاتينية وكذا مكان هم لفوا، لكن ما في شيء يمنعهم. الموضوع ما في إنه هل إيران قادرة فعلا على فرض هيمنتها كما يفرض على سبيل المثال الأمريكي أو الصيني أو الروسي في البحار؟ لا، الموضوع دعاية في الواقع لا أكثر، وبروباغاندا كبيرة إيران تستخدمها، وهذه الدعاية تنطلي فقط على ممن يعني بشكل آخر يصدقها، يعني خاصة جماعة إيران والمؤيدين للمشروع الإيراني في المنطقة وإلى آخره. مجرد دعاية إعلامية لا تأتي على لكن من أين تأتي هذه الجرأة للقادة الإيرانيين في إرهاب المنطقة وتهديد تجارة العالم في نقطة مهمة في العالم؟ هل هناك تخادم ما مع أمريكا يجعل إيران تظهر بهذه الجرأة، أم ماذا برأيك؟ قضية التخادم موجودة منذ الأزل بين الإيرانيين والأمريكيين، ولم تنقطع على الإطلاق، حتى في أثناء الحرب الإيرانية العراقية، أثناء الثورة وأجواء الثورية في 79-80 وإلى آخره، لم تنقطع العلاقات بشكل آخر وكانت متواصلة. الآن في علاقات وفي مفاوضات غير مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين، وخاصة حين يكون الحزب الديمقراطي هو في الواقع بيده البيت الأبيض، والرئيس يكون ديمقراطي، إيران تكون جريئة بكل شيء، أنه بتصريحات كبرى وبمناورات وبحضورها هنا وهناك. لماذا؟ لأن هذا الحزب هو يسمح لها بشكل آخر. الحزب يدعم بين قوسين الإسلام السياسي، وكذلك إيران ضمن هذا المشروع، زائد أن إيران طموحها يعني بشكل آخر تتغاطى المصالح بينهم وبين كذا دولة غربية بما فيها أمريكا. لكن بحسب وكالة بلومبرغ، فإن اتفاقا غير رسمي بين أمريكا وإيران بشأن النفط لإبقاء الأسعار تحت السيطرة، هل المناكفات بين البلدين في العلن تقف عند اتفاقات النفط؟ لا، على الإطلاق. النفط كسلعة استراتيجية هامة، فما لازالت هامة في الأسواق العالمية، وتؤثر على الاقتصادات وعلى سياسات الدول وإلى آخره. ولكن يعني كما أشرنا سابقا وفي حلقات سابقة، أنه إيران ما زال هي في الواقع الطفل المدلل لدى الغرب بشكل وآخر.
الموضوع ما في إن كان هناك حصار وإن كان هناك ضربات وإن كان هناك صدامات بين الحرس وبين يعني قوات اللي تأسسها إيران بالمنطقة، ميليشياتها وإلى آخره، فقط لكبح جماح إيران للتمدد الأكثر. يريدون إيران تكون تحت سيطرتهم مش الآخر. إيران تريد، لا تريد تفرض سيطرتها هي كقوة ليس إقليمية بل قوة عالمية، هذا ما يطمح له الطرف الإيراني. والجانب الغربي بشكل وآخر أنه يتعاطف مع هذا المطلب وهذا السلوك ويتعامل معها بهذا الشكل. سؤالي الجديد إليك سيد نوري، يعني نواب أمريكيون تحدثوا عن صفقة المعتقلين الأمريكيين في إيران، ورفع بايدن التجميد عن مليارات الدولارات لصالح طهران. ألا تخدم مثل هذه القرارات الأمريكية، يعني من نظام بايدن أو من إدارة بايدن، ألا تخدم النظام في طهران وتشجعه على المزيد من إرهابه في المنطقة؟ بالضبط، هذا ما تعمله إيران. وكان يعني تصريح واضح وبكل شفافية قبل سنوات محسن رضاي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، وكان حينها سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام أمينة، وهذا قال أنه بإمكاننا أن نسدد الثغرات والمشاكل الاقتصادية، أن نخطف أمريكيين ونخطف غيرهم من الغربيين، وقبالة كل إطلاق سراح كل شخص مخطوف ناخذ مليار دولار، وهذا ما طبقتها إيران في الواقع. نرى الغرب، وخاص كما قلت لك أنه نرى الديمقراطيين يتعاملون مع هذا الموضوع. أوباما تعامل مع مساعد أوباما اليوم السابق وهو رئيس، اليوم بايدن يتعامل بنفس النهج ونفس الأسلوب. هل يؤدي هذا إلى استقرار وأمن في المنطقة وحتى يعني في إطار السلوك الدولي؟ لا، هذا السلوك عصابة، وأمريكا سلمت لهذه العصابة، هذه الطامة الكبرى في السياسة الأمريكية. لماذا أمريكا تسلم لهذه العصابة اللي حاكمة في طهران وتدعمها بأموال وأصول كبيرة؟ سؤالي الأخير إليك أستاذ نوري، يعني بعد كل تحركات طهران التي تؤكد استمرارها في زعزعة أمن المنطقة والعالم، هل تعتقد أن أمريكا ستغير سياسة الاحتواء التي بدأها أوباما ويكملها بايدن حاليا؟ في ظل هذه الإدارة لا أظن أن أمريكا تغير شيء، إلا أن يحدث في الانتخابات القادمة يجي رئيس جمهوري من المؤكد أنه يغير بهذا النهج. وفي حين يحكم الجمهوريون في البيت الأبيض، لا تتجرأ إيران ولا سياسي إيراني ولا عسكري إيراني أن يطلق تصريح واحد ضد أمريكا ويعملوا شيء. لكن في ظل هذا الحزب، حزب الديمقراطي، هم في الواقع يعني يسرحون ويمرحون في الغرب والشرق ويعملون إرهاب وإلى آخره، ولكن لا ولا هناك من يكبح هذا جماحهم وهذا تطرفهم. هذا واقع اللي جربناه خلال العهود الماضية كلها، بين فيما حدث في حقل السياسة الأمريكية تجاه إيران، سياسة الديمقراطيين بالضبط. من ستوكهولم ضيفي عبر سكايب الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني نوري حمزة، شكرا جزيلا لك.